النجمة اللبنانية نانسي عجرم تتعرض لهجوم قوي وانتقادات لاذعة بسبب الفنانة المغربية أسماء المنور. إليكم التفاصيل. تسبب تجاهل النجمة اللبنانية نانسي عجرم لزميلتها المغربية أسماء المنور في تعرضها لهجوم قوي وانتقادات لاذعة من طرف الجمهور المغربي. شاركت نانسي عجرم صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام مع جميع الفنانات اللواتي شاركنا في حفل ليلة النجمات العرب، والذي أقيم يوم الأحد الماضي احتفالا بقدوم السنة الجديدة باستثناء أسماء المنور، وهو الأمر الذي رفضه الجمهور المغربي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. تداول رواد التواصل الاجتماعي منشور النجمة اللبنانية عبر نطاق واسع ومستغربين من التجاهل الذي أقدمت عليه نانسي عجرم في حق أسماء المنور. وكانت الفنانة المغربية أسماء المنور قد تألقت في حفل ليلة النجمات العرب وأدت رفقة أصالة نصري أغنيتهما المشتركة سيد الغرام وسط تفاعل واسع من لدن الحضور.